مرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك سيد رامي، ما آخر ما توفر من معلومات عن هذا التفجير؟ نعم، 6 عناصر من الشرطة و4 من المدنيين وشخص مجهول الهوية نتيجة تفجير 3 أشخاص أو 3 تفجيرات انتحارية قرب قسم الشرطة في حي الميدان بمدينة دمشق. الانفجار الأول كان في سيارة مطلقة تبعه تفجير حزام ناسف، ومن ثم حزام ناسف آخر، أي عملية ثلاثية وليست عملية مزدوجة. لا يعلم حتى اللحظة من قام بهذا التفجير، قد نقول تنظيم الدولة الإسلامية لأنه يريد توجيه رسائل للمجتمع الدولي، ولكن حتى الآن لا نعلم من قام بهذا التفجير. هناك أيضا عشرات الجرحى، بعضهم جراحهم خطيرة مما قد يرفع عدد الخسائر البشرية في التفجير الثلاثي الذي نفذ في العاصمة دمشق ضمن هجوم، مثل ما قلت لك، لا نعلم إذا ما كان لتنظيم الدولة الإسلامية. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن، مدير مرصد السوري لحقوق الإنسان.